برحب بحضراتكم مرة ثانية أعزائي المشاهدين والفصل الأخير من حلقة النهاردة من الماتش، واللي بنورني وبشرفني فيها واحد من اللاعبين اللي كانت لهم بصمة كبيرة جدا في الملاعب، سواء كان في نادي الاتحاد السكندري أو في نادي الزمالك. هو صديقي قبل أن يكون لاعبا، وهو صديقي على طول، النجم الكبير كابتن يوسف حمدي. الحمد لله على السلامة. أهلا بك يا دكتور، الله يسلمك وموفق دايما يا دكتور. تعيش أخبار اسكندرية النهاردة؟ لا الجو صعب جدا النهارده. اه والله الشتاء يعني جامد والسيول في سيول من النهارده. اه يبقى كده ماتشات الدوري بكره، ده في الاتحاد هيقابل سيراميكا كليوباترا بكره، والمصري عنده مباراه اعتقد. انا جاي سالت برضو احتمال. اه يعني هي الدنيا صعبه، الدنيا صعبه قوي في الشتاء. يعني احنا ممكن من ساعه ما طلعنا من اسكندريه لغايه ما جينا هنا وفي شتاء جامد. ربنا يعدي على خير ان شاء الله. بس هي المبشرات والمؤشرات بتقول ممكن يبقى بكره صاحب ال، بس هو استاذ اسكندريه على طول عامه مجهز يعني. بس يعني احنا شفنا في مباراه سيراميكا كليوباترا وفاركو وكانت سيراميكا اللي اتلعبت، كان الملعب حاجه بصراحه. والجيش وسموحه، والجيش وسموحه تاجل بسبب الامطار برضه. طيب على بركه الله نبدا مع بعضنا. عاوز نبدا منين؟ من المنتخب ولا من مباراه الاهلي؟ عاوز تبدا منين حد؟ زي ما تحب يا دكتور. انا راجل ديمقراطي بسيب لك الحريه والاختيار. الفتره كلها دلوقتي طبعا الحديث كله عن منتخب مصر. تمام. سواء في كأس العرب أو في القائمة اللي تم إعلانها اليوم. طيب ناخدها واحدة واحدة. نبدأ الأول بكأس العرب. منتخبنا حصل على المركز الرابع بعد طبعا هزيمة مناقلات الترجيح أمام قطر الشقيقة. إجمالا شفت منتخبنا إزاي؟ شفت كثرة التغيرات في عدد اللاعبين أو كثرة عدد اللاعبين، كل لاعب بيلعب في غير مركزه. تقييمك الفني لمنتخبنا في رحلته في قطر. يعني خلينا ناخدها كده من البدايه. يمكن تصريحات دكتور مستر كروش قبل ما يسافر ان هو كان رايح يجهز نفسه ويجهز مجموعه لعيبه ويشوف المجموعه على الطبيعه في مباريات رسميه. ده كان احد الاهداف. يعني يمكن احنا برضو خلينا نقول من ضمن الايجابيات ان انت اما لعبت فرقه زي تونس او لعبت الجزائر انت عادلت معاه، تونس خسرت في اخر دقيقه بهدف او خطا. الاردن طبعا برضو يعني من الفرق اللي هي تعتبر برضو محسوبه شويه، فكنت ندي يعني. فاحنا خلينا نقول ان احنا كسبنا بعض الحاجات اللي هي الكويسه، يمكن حته معرفته باللعيبه كلها وامكانيات لعيبه دي كانت مهمه جدا. انما هي زي ما انت بتقول، هو الاسئله اللي كانت المفروض تتسال له وكان لازم يجاوب عليها بصراحه سواء هناك او لما يرجع بقى، دي لازم تكون اسئله صريحه. يعني ايه اصرارك على عدم مثلا اشراك محمد شريف ناحيه الشمال؟ ليه ما بيلعبش راس حربه؟ وايه الفكره في انك تشارك في اخر مباراه تلعب راس حربه؟ ويمكن احنا شفنا فرصه لمحمد شريف في مباراه قطر. اعتقد ان محمد لو كان بيلعب المباراه اللي قبل كده كلها في المركز راس حربه كان هياخد احساس المكان وكانت هتبقى كره تدخل بسهوله. يعني اصرارك على عدم مشاركه قفشه اذا كنت انت واخد الناس علشان تحكم عليها وتشوف امكانياتها، واذا كان قفشه طبيعي ان الناس كلها بتتكلم عليه ان هو من احسن صناع اللعب في مصر، طب انت ما اديتوش فرصه ليه عشان تقدر تحكم عليه في الست مباريات؟ احمد رفعت لغز برضو، الراجل كل مباراه يجيب لك هدف يتألق وبعد كده ليه قاعد بره، وخاصه في مباراه الاردن. يعني انت الراجل نزل معنويا كان اعلى واسيست. كان اعلى لاعب معنويا في المعسكر تقريبا بعد المباراه دي. تفاجأ في مباراه تونس ما بيشاركش خالص، المباراه الاخيره يشارك، محمد شريف يخش جوه، مروان حمدي لما ينزل يلعب افريت. طبيعي ان الاسئله دي كلها فنيه لازم تتساله. ما كانتش هتساله، هتسال الجهاز المعاون. مين اللي يسأله؟ الإعلاميين والصحفيين. وأنا وجهة نظري إن اتحاد الكرة ليه حق، زي ما بيحصل في الأندية يا دكتور وأنت عارف. أي رئيس نادي لما بيحصل تعثر لمدير فني أو لما بيحصل عملية تساؤلات كتيرة عن مجموعة حاجات معينة، أنت بتجيبه وبتقعد معاه وترد حتى لو في الغرف المغلقة. فالطبيعي إن هو هيتسأل من جميع الاتجاهات. طيب دي مرحلة قطر. النهاردة فوجئنا باختياره طبعا لقائمة 40 لاعب، قائمة أولية لاختيار منها 23 قائمة نهائية لكأس الأمم الإفريقية بالكامل. كل الناس طلبت بوجود طارق حامد، وأنت منهم وأنا منهم، ورغم كده الراجل مستمر في طريقه، لا تراجع ولا استسلام. ده دور مين؟ هل دور الجهاز الفني المساعد اللي لازم يقعد معاه ويعرفه إمكانيات اللاعب، ولا هو غير مقتنع بطارق حامد؟ هو من الواضح كده ان هو يعني دي برضه من ضمن الحاجات يا دكتور ان احنا لازم نعرفها. ايه السبب الرئيسي؟ لان طارق من اللعيبه المؤثره. وما اعتقدش ان الناس كلها سواء اهلي او زمالك او اعلام او صحافه، الجميع كله مجمع على ان طارق حامد هو من احسن الديفندرات اللي موجوده في مصر.
فانت طبيعي ان انت بتختار اربع لاعبين او خمس لاعبين في المركز ده في القايمه. وهو الراجل عمل كده على فكره، يمكن احنا الراجل عمل 40، يعني هو عامل في كل مركز بالظبط يا دكتور لا يقل عن اربع لاعبين، وحراسه المرمى خمسه والمهاجمين خمسه، ده الطبيعي يعني، وفي كل مركز بيعمل اربعه او ثلاثه وحطهم على الورق. يعني انت لما تيجي ترسم ملعب كده تلاقيه حاطط ناحيه الشمال فتوق ابو الفتوح ومعاه مروان ومعاه محمد حمدي، تخش على المساكين تلاقي سته او سبعه، ناحيه اليمين في اثنين او ثلاثه عمر كمال ومحمد هاني واكرم توفيق، في وسط الملعب في اربعه او خمسه ديفندرات. هو من الواضح ان هو شايف ان طارق بعيد عن الخمسه او السته اللي هو رسمهم، اذا كان عمرو السوليه، اذا كان حمدي فتحي، اذا كان النني، فهو من الواضح ان هو شايف ان هو بعده. انما انا كنت شايف من وجهه نظري ان هو كان لازم يستعين بيه، وكان لازم يعرف امكانياته هو يشوفها بعينه بعيدا عن النادي، عن نادي الزمالك. هو كان لازم يكون ليه الاولويه في كاس العرب ان هو يشوفه ويحكم عليه، خاصه ان احنا عندنا مشكله كبيره جدا في استخلاص الكوره. وبعدين بطوله افريقيه محتاجه التحامات وعنف زايد، فمحتاجين طارق فيها بصراحه. علشان كده انت هترجع للاختيارات اللي انت حضرتك بتقول عليها دي. يمكن احنا حسين فيصل انا كنت متوقع ان هو ممكن الفتره اللي جايه ما يكونش متواجد، او ناس كتيره يعني. هو اخذ حسين فيصل واخذ اسامه فيصل وعمر كمال، وقته جاي برضه يا دكتور. انت هتبقى مرتبط بعدد، يمكن هو ثلاث حراس مرمى، انت ليك 23 لاعب، هيبقى في ثلاث حراس مرمى وفي كل مركز اثنين. فانت احيانا بتضحي بعنصر في وسط الملعب علشان تحط مهاجم ثالث، لان الطبيعي ان انت يبقى عندك ثلاث مهاجمين وثلاث حراس مرمى، وبقيه المراكز كلها بيبقى عندك عنصرين. الخط الامامي طبيعي جدا، يعني يمكن انا من ضمن الاستفاده اللي احنا استفدناها كمنتخب مصر ان حارس المرمى والاربعه اللي قدام منه والاثنين او الثلاثه اللي في وسط الملعب اصبحوا واضحين بالنسبه لنا. خط الهجوم اللي عندنا لنس، خط الهجوم بقى هو ازاي. انا اتمنى ان شاء الله تريزيجيه لما يرجع لحالته ويرجع لمستواه ان هو يستفاد بتريزيجيه وعمر مرموش ومحمد صلاح ومصطفى محمد، الاربعه يكونوا متواجدين في الملعب. كله قوه كبيره لمنتخبنا بكل تاكيد. ادي اربع لعيبه، وطبعا احمد ياسر ريان خمسه، لو عبد الله السعيد موجود سته، يبقى انت هتحتاج اثنين من المجموعه اللي انت شفتها دي كلها. يبقى انت هتيجي زيزو، انا متاكد برضو ان مفيش غنى عنه، لان زيزو بيلعب في كذا مكان. يبقى انت دلوقتي عندك احمد رفعت جوكر جوه الملعب، واحمد رفعت بصراحه مستواه رائع. انا من الناس اللي شايف ان احمد يعني، بس عنده برضو في الحته دي. انت احمد رفعت ورمضان صبحي وابراهيم عادل، ادي ثلاثه ناحيه الشمال. ومرموش لسه في لا ده انا تريزيجيه وعمر مرموش خلاص الاثنين، يبقى دي خمس لعيبه. اما تروح ناحيه اليمين هتلاقي محمد صلاح وهتلاقي مصطفى فتحي وهتلاقي زيزو بلاي ميكر او بيحطوا كراس كواحد ثالث معاهم، هتلاقي عبد الله السعيد وقفشه، خمس فراوده، هتختار منهم اثنين ولا هتختار منهم ثلاثه؟ امال انا كنت واخد العدد ده كله في قطر بعمل بايه؟ ما هو يعني بقول لك يمكن هو الراجل كان هدفه ان هو يعمل زي ما بقول لك كده صف ثاني؟ واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه، وهياخد اثنين من كل مركز. وهنرجع تاني ان ال 23 لعيبه ولا 24 لعيب ما فيش اختلاف عليهم بالنسبه لمصر كلها، هتلاقي باستثناء ان استبعاد طارق حامد. يعني احنا قلنا سبع لعيبه ما فيش غنى عنهم، ضيف عليهم ايمن اشرف في خط الظهر. الستة سبعة اللي احنا عديناهم قدام السولية وحمدي فتحي والنني مفيش خلاف عليهم منتصف الملعب، فهتلاقي نفسك دلوقتي بتتكلم في عنصر محكوم بعدد معين، محكوم بعدد غصب عنك غصب عنك. طيب مين اللاعبين اللي في البطولة الأخيرة في قطر لفت انتباهك قوي وقلت لا ده لعيب إن شاء الله أو اثنين ثلاثة هيكون نواة لمنتخب مصر حتى وإن لم يكونوا مع المنتخب في الفترة القادمة؟ يعني أولهم أحمد رفعت طبعا، أعتقد إن هو لو ما كانش موجود فهو بعد كده. أسامة فيصل هيكون راس حربه برضو من ضمن الناس الموجوده، عمر كمال ماشي بشكل كويس ناحيه اليمين حل المشكله شويه، اعتقد برضو ان حسين فيصل هيكون له دور الفتره اللي جايه، اللي انا متاكد منه كمان محمد عبد المنعم، يعني محمد المساكين الهالين. وانا كنت متوقع ان اي مدير فني الفتره اللي فاتت حتى مع الوقت مع الكابتن حسام البدري كان محمد عبد المنعم واحمد رفعت وعمر كمال الثلاثة من السنة اللي فاتت يا دكتور إيهاب قليل جدا لما تلاقي لعيب محافظ على مستواته للسنة. أحمد رفعت وعمر كمال مع المصري من بداية الموسم لنهايته كانوا ماشيين بشكل كويس. محمد عبد المنعم مع سموحة كان ماشي بشكل أكثر من رائع. فأعتقد إن دي الفترة اللي جاية هيكونوا مش موجودين ممكن في كأس الأمم، لكن في الفترة اللي جاية هيكون لهم دور كبير قوي في منتخب مصر. طيب خلوني بس آخد برضو في خبر معانا، الزمالك يظهر إن هو موعود. بالأمس قلت لكم سيف الدين الجزيري يعني العرب القطري، وانا بقول لكم على مسؤوليتي في مفاوضات، هيدخل لضم سيف الدين الجزيري مهاجم نادي الزمالك بعد تألقه مع المنتخب التونسي. النهارده الونش في السعوديه مش هيشارك في مباراه المقاولين، كارتيرون مديله راحه. الراجل نزل صوره هتشوفوها دلوقتي وهو موجود في السعوديه، واخبار عن
ان نادي اتحاد جدة يعني بياخد رأيه، تمام، واتصالات معاه كده بيشوفوه هيعمل ايه، موافق ولا مش موافق، نبتدي في مفاوضات جدة مع نادي الزمالك ولا لا. هم قبل كده كانوا محتاجين الراجل، وطبعا وقتها كان السيد عماد عبد العزيز بيدير لجنه نادي الزمالك ورفض في ذلك الوقت. شايف الونش لو انطلب يعني هل يتم الموافقه على رحيله ولا ده صعب؟ لا ما اعتقدش، حتى في ظل الازمه الماليه اللي بيمر بها نادي الزمالك. صعب اه، لما هو الازمه الماليه انت لما بتيجي تحلها ما بتحلهاش على حساب الفريق. يعني هي ليها وقتها وهتتحل، لكن الونش عنصر اساسي ومهم جدا بالنسبه لنادي الزمالك. هو يعتبر دلوقتي يعني في المكان بتاعه رقم واحد سواء في مصر عامه بشكل عام كمان، اعتقد صعب يعني. وسيف برضو في الوقت ده ممكن مستقبلا شويه، لانك انت ما جبتش حد لغايه دلوقتي برضو يا دكتور ايهاب. يعني انت عندك سيف وعندك عمر السعيد، بس خدمه اوفه ما كنتش اتنين مهاجمين لنادي الزمالك شويه. ويمكن انا قلت قبل كده ان طبيعي النادي الزمالك والنادي الاهلي الفرق اللي هي بتلعب في اكتر من بطوله بيكون عندهم فرود واثنين وثلاثه، انت عندك اتنين مهاجمين بس في نادي الزمالك، واحيانا بتلاعب يوسف اوباما لما بتحتاجه وبيعتبر كمهاجم وهمي. يعني اعتقد ان العنصرين صعب دلوقتي انك تسيبهم. انت وانت شغال مدير فني مع الجهاز بكل تاكيد، ما فيش واحد بينجح بمفرده، دور الجهاز بيكون معاك ايه يا كابتن؟ يعني هو الطبيعي ان المدرب العام دايما بيكون ليه الاولويه. يعني هو دايما بيكون السؤال، واحيانا بيكون ليه كمان يعني ايه ان هو بيعرض فكره. باقي جهاز المساعدين بيستنى لما ينطلب منه الحاجه او يتسال عن حاجه فبيرد. هو طبعا من الواضح قدام الناس كلها ان الراجل متمسك بعقليته، او هو بس اللي بيعمل كل حاجه. ومين قال لك ان انا عاوز اسال عن الراجل؟ انت خدتني في الحته اللي هناك ليه؟ بتخطفني؟ كمل. انا معاك كمل. هو الطبيعي ان هو يعني انا بقول لك الادوار بتاعت الجهاز الفني بتبقى معروفه، كل واحد عارف دوره ايه. انما هي الفكره برضو، انا كمان في حاجه لفتت نظري يا دكتور ايهاب، ويمكن انت حضرتك اتكلمت فيها انتهى امبارح او اول. في مشكلة ان الجهاز بتاعنا احنا جهاز منتخب مصر، فالمدير الفني لما يبقى واقف، لا انت في نتوشة كتير قوي وعندك صور كتير قوي حوالين منه ناس كتيرة. لا مش منتخب مصر، جهاز بتاع منتخب مصر المدير الفني واقف، ناس كلها قاعدة على الدكة. وبيحصل المدرب العام بيقوم يقف، المدير الفني بيرجع. ده بيحصل في الاندية الكبيرة كلها. انا معاك وتمام الموافقة ان الهيد كوتش هو اللي بيدير المباراة واللي واقف على الخط، الا اذا طلب من المدرب العام او المدرب المساعد اللي هو يقف. لكن ما قبل ذلك، هل انت حاسس باحساسك وانت كلاعب وكمدير فني ان في تناغم، في تجانس ما بين جهاز الفني المساعد المصري وما بين كروش ولا لا؟ والله يمكن انا يعني انا الغرف المغلقه ما اقدرش اقول لك ايه اللي فيها يعني. بس هو الشكل العام، الشكل العام مش عايز اقول ان حاسس ان في بعد كده. يعني يمكن حته برضو خلينا نقول ان حته الضغوط المتواجده وان الراجل بقاله شهر او شهرين لسه برضو، علشان المدرب الاجنبي لما بيثق في المساعدين بتاعه بياخد وقت شويه يا دكتور. بياخد وقت شويه. يعني انا شايف ان الراجل يعني في عناد في امور كتيره جدا، لكن بنتمنى ان شاء الله ان الامور يعني ايه تعدي على خير ان شاء الله. طيب خليني معاك، الدوري العام هيعود مره ثانيه للانطلاق، عندنا المباريات بكره ان شاء الله، هيبقى فاركو مع المصري بورسعيدي، غاز المحله مع البنك الاهلي في المحله في تمام الخامسه، الجونه مع نادي ام بي، والاتحاد السكندري مع سيراميكا كليوباترا، ومصر المقاصه مع الشرقيه للدخان. دي مباريات الغد ان شاء الله. بعد كده هيكون سموحه مع الاسماعيلي، بيراميدز مع طلائع الجيش، والمقاولين العرب مع الزمالك. ترتيب الدوري زي ما كلنا عارفين، الاهلي في الصداره ب 18 نقطه، يليه بيراميدز والزمالك لكل منهم 13 نقطه، ثم المصري بورسعيد 10 نقاط، وغازي المحله ايضا 10 نقاط، ثم البنك الاهلي عفوا 10، وغازي المحله 9، وفاركو 9، سيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري 8 نقاط، وفيوتشر وايضا ام بي والجونه كل منهم 7 نقاط، ثم سموحه ب 6 نقاط، المقاولين العرب 5 نقاط، نفس الرصيد مصر المقاصه، طلائع الجيش 5، والاسماعيلي نقطتين، والشرقيه للدخان بدون رصيد من النقاط. الدوري العام السنه دي في حته تانية، في حته تانية في كل حاجه. انا بصراحه مره تانية باكد على اهميه دور الروابط، وان الرابطه لما تولت امور الدوري العام خلته في حته تانية، من حيث النقل، من حيث حقوق الانديه، من حيث الالتزام بالمواعيد مع موسم شق جدا في كاس العرب، وفي تصفيات امم افريقيا او نهائيات امم افريقيا، في تصفيات كاس العالم، فكان الله في العون. لغايه ما وصلنا لهذا الاسبوع،
شايف ان الدوري السنه دي رايي برضو مختلف تماما ولا مختلف تماما، مختلف تماما كمان على يعني حضرتك على المستوى اللي حضرتك قلته سواء اداري او ملاعب او تصوير او كل حاجه، ومختلف فنيا كمان. يعني يمكن الفنيا الطفره كمان حصلت السنه دي بشكل كبير قوي، خاصه بعد ان فيوتشر وفاركو انديه من اللي هي المؤسسات الماليه الكبيره وضخت مجموعه لعيبه كويسه، فاثرت المنتخب، اثرت الدوري بشكل كبير قوي. دوري صعب جدا وصعب انك تحكم عليه بشكل عام. حته كمان وجود الجمهور دي يا دكتور ايهاب طبعا اضافت للدوري كتير قوي، ويحسب للجنه او الرابطه ان هم قدروا يقنعوا المسؤولين بدخول الجماهير، لان دي اكبر فائد. اول الغيث قطره زي ما بنقول، روح الرياضه هي وكمان اكتر المستفيدين منها هي الانديه الجماهيريه، لان انا شايف ان الجمهور هو اللي بيعوض النواحي الماليه اللي بيفتقدها الانديه الجماهيريه الفتره الاخيره دي، الفوارق الماليه مع بيراميدز ومع فيوتشر ومع فاركو ومع البنك الاهلي، الانديه دي كلها، فالانديه الجماهيريه اللي بيعوضها وجود الجماهير في الملعب. طيب خليني ابدا بالوافدون الجدد للدوري، سواء كان فيوتشر او فاركو او فريق شرقية لدخان. فاركو الاستقرار الفني اللي ادوه للكابتن مجدي عبد العاطي يعني نجح وجاب ثماره بعد كده، يعني قفز ومجدي واحد من المدربين المحترمين الواعدين خبرات كتيره فيوتشر طبعا مع كابتن علي ماهر، شرقية لدخان غير الجهاز من الكابتن علاء نوح الى الكابتن طبعا علاء عبد العال. تقييمك للثلاث فرق؟ يعني انا هبدا بفاركو طبعا باسكندريه، يمكن بعد الثلاث مباريات، يمكن بعد الثلاث مباريات الاولى كان في كلام فعلا على الكابتن مجدي ان هو يرحل، لكن تمسك الاداره بيه ده كان حافز كويس قوي، وخاصه ان هي كان في توقف طويل، التوقف الاولاني للمنتخب مباراه الرسميه كاس افريقيا. طبعا بيبقى في عيب يا دكتور ان انت مدير فني متواجد وخسران ثلاث مباريات، قاعد بتقرا هنا وده ماشي وبيدوروا على مدير فني ويجيب ثقه كتير، فان هو يتاثر ويقدر يحافظ على العامل النفسي ده ويقدر يفوز ثلاث مباريات متتاليه، اخرها طبعا مباراه الاتحاد ومن قبلها سيراميكا، فده يحسب للكابتن مجدي. الفرقه ماشيه بشكل كويس، يمكن التجمع بس حاله التجانس اخذت وقت شويه، عنده خبرات كتيره سواء محمد صبحي، رامي عبد الله بكري، عمر جمال، محمود حمدي، مجموعه لعيبه مميزه، اعتقد ان هي مع الوقت هتظهر بشكل كويس. فيوتشر طبعا للكابتن علي ماهر، متابع جيد للدوري المصري بالسمرار. ولما جمع مجموعه اللعيبه تحس ان هو التجانس دخل بسرعه، يعني بدايه من خط الظهر اذا كان موجود فيه سعد سمير قدام، كمان حتى لما حب يجيب الهافين جاب الهافين اللي هم كانوا بيلعبوا معاه سواء عمر كمال او احمد رفعت. ويمكن طبعا النادي المصري تاثر برحيلهم مع سعيد وسنبوري، طبعا دول كان بالنسبه للنادي المصري استران كومباني. طبعا انا شايف ان هو التعاقدات بتاعته ما كانتش على المستوى المطلوب، يمكن سمعت كمان الكابتن علاء نوح كان اتكلم ان كان عنده مشاكل في اللعيبه الاجانب او اللعيبه المحترفين، اثروا بشكل كبير طبعا على الفرقه. اتمنى ان الكابتن علاء يلحق. هل الحكم على الشرقيه لدخان دلوقتي او ايسترن كومباني يعني خلاص الناس ولا خلاص اول هابطين، انت مع الراي ده ولا لسه كتير؟ يعني هي المؤشرات بتقول كده، يعني في مؤشر بيقول ان في فريق هيرجع زي ما حصل مثلا مع البنك الاهلي السنه اللي فاتت اول ما طلعه، والسنه اللي قبلها مع اسوان، بيبان ان انت بتاخد وقت شويه ان في الفريق جاي مستقبلا. لكن لغايه دلوقتي الله يكون في عون الكابتن علاء عبد العال طبعا، بس خليني اقول لك ان الماتشين اللي جايين دول هيحددوا حاجات كتيره قوي، بعد كده في توقف اذا كان بطوله افريقيا هتلعب 40 يوم، لكن الماتشين اللي جايين دول هيحددوا. عندك فتره انتقالات شتويه ممكن اللي انت تستعين، وعندك فتره بس لازم يجمع نقط في الماتشين دول. ده لازم. طيب الاسماعيلي، وانا من عشاق الدرويش، كلنا طبعا كلنا من عشاق، مفيش حد انا لا اتصور دوري عام لا قدر الله لا خلاص بقى ما ينفعش بدون الاسماعيلي والاتحاد المصري. الاسماعيلي اتحاد مصر بورسعيد شيء وانتهى. ايه اللي بيحصل وممكن نتدارك الامر ولا برضو الامور صعبه؟ لا هو الاسماعيلي هيتدارك الامر. يعني الاسماعيلي هيتدارك الامر، لان انت عارف نادي الاسماعيلي الكبير زي ما انت بتقول يا دكتور بجماهيره. ثانيا كمان الاعلام عامه بشكل عام، ساعه ما بيحصل مشكله النادي زي النادي المصري او الاتحاد او الاسماعيلي الكل بيقف جنب منه، فاعتقد ان هو هيتدارك الامر. لكن برضو انا بقول لك مهم جدا ان الاسماعيلي يكسب مباراه ورا الثانيه ورا الثالثه عشان يدخل في الجيم بدري. يعني لو مر بالظروف اللي حصلت السنه اللي فاتت مع حد غير الكابتن ايهاب جلال، اعتقد ان هو هيعاني وهتبقى مشاكل صعبه جدا بالنسبه له. حته التسرع في وجود الكابتن طلعت، انا كنت اتمنى ان هو يكمل، يمكن هو رئيس النادي جديد وجاي وليه، هو عايز يشوف او هو شايف حاجه مش الناس شافتهاش،
انما انت حكمت على مدير فني مش متواجد، معاه جهاز كبير محمد صلاح ابو جريشه ومعاه الكابتن محمد ابراهيم وحمص برضه، بس لكن وجود المدير الفني دايما في الملعب او في التمرين او في الكلام ده انت عارف طبعا بيأثر على اللعيبه ازاي. اعتقد ان هو لو كان سابه الفتره، حتى كان في فتره توقف كمان، كان دي فرصه انك تقدر تحكم على الراجل. تصريحات طبعا اثرت، لكن انا اعتقد ان يعني هو خساره كبيره عدم وجود الكابتن طلعت او عدم تكملته. استقرار الفني في البنك الاهلي كابتن خالد جلال كمل من الموسم الماضي بعد ما ابقاهم، مهمه جدا وبسم الله ما شاء الله، حاجه جميله. وانا دايما كنت اقول واحد من المدربين الكبار قوي ساعه ما وخد الفرصه مع الزمالك في الكاس وبعد كده للاسف الشديد، لكن خالد مدرب كبير جدا بقدم البنك الاهلي السنه دي في صوره رائعه للغايه. يعني يمكن هو زي ما انت بتقول يا دكتور ظهرت بصمته السنه اللي فاتت، اهمها طبعا كان مباراه النادي الاهلي السنه اللي فاتت اللي هي كان ليها دور كبير قوي في حصول النادي الزمالك على البطوله. الجميل قوي ان هو زي ما انت بتقول ان هو نفس مجموعه اللعيبه لكن الفرق في المستوى، يعني شفنا معروف يوسف استعاد شكل كبير قوي، بسيوني قعود لعيبه كبيره قوي، وعاصم صلاح، الناس كلها راجعه تحس ان في مستوى مختلف عن بدايه الموسم اللي فات، لكن هي ما نفس المجموعه اللي كانت بتبدا السنه اللي فاتت. في فكر بدا يستوعبوه وبداوا يطبقوه. حصاد من السنه اللي فاتت واستقرار مادي، قافل على نفسه كمان الكابتن، يعني انت تحس ان الكابتن خالد ما فيش تصريحات كتيره قوي، الفريق بيتمرن ما تعرفش معلومات عنه كتيره قوي. بس اللواء شيخ نصار حاجه جميله، راجل محترم. الجميل كمان ان الكابتن خالد بتحس ان هو بيتعامل مع كل مباراه كابتن بقت مختلفه خلاص يا دكتور. كان الاول تلاقي المدير الفني بيلعب ب 4 2 3 1 بيفضل يلعب بيها طول السنه وعارف انت العناصر ونفس الشكل، بيغير عشان لا دلوقتي هو بقاله فتره بصراحه شغال، يمكن المباراه الاخيره مباراة الاهلي اقدر ادافع ازاي واقدر اهاجم ازاي، تعب الاهلي جدا وتعب الزمالك جدا، تعب الزمالك جدا، فده يحسب له. البدايه كمان على طلع الجيش في بدايه الموسم بمكسب كبير، عطى معنويات كتيره قوي، لا ماشي بشكل كويس، اتمنى الاستمراريه ان شاء الله. مين الفريق برضو اللي انت شايفه بعيدا عن الاهلي والزمالك وبيراميدز يعني بقدم نفسه بصوره كبيره في الدوري حتى الان؟ يعني هو لسه مش هيظهر قوي، لكن انا شايف ان ممكن نادي الاتحاد وفيوتشر جايين مع الوقت شويه. طيب. لان هم ما زالوا محافظين على الهيكل الاساسي سواء فنيا او كمان كلاعبين استقدامي. خالد قمر الاتحاد اتاثر بذهابه للجونه ولا لا؟ انا بالنسبه لي خالد انا كنت ماسك خالد من فتره من سنتين او ثلاثه وعارف امكانيات خالد كويس قوي، يعني يمكن انا في 4 لعيبه او 5 لعيبه مشوا من نادي الاتحاد الفتره الاخيره انا ما كنت حابب تواجدهم، يعني يمكن خالد واحد منهم. نور السيد طبعا كان في مشكله طبعا حصلت قبل كده ومشي من النادي. عماد السيد، عماد حارس مرمى كبير انا كنت اتمنى ان هو يكون موجود. احمد رفعت لما مشي من نادي الاتحاد وراح للنادي المصري، النادي الاتحاد تاثر بشكل كبير قوي، ده غير سيسي وعمار السنه دي. يعني احيانا الماديات بتحكم واحيانا بيكون في اسباب وحاجات غصب عنك، لكن هما لعيبه مؤثره بشكل كبير. انا عديت لك 6 لعيبه منتخب لوحدهم. منتخب معاك. طيب نروح نادي الزمالك. تمام، ناديك برضو طبعا انت تألقت فيه وقدمت فيه مواسم رائعه. الزمالك بعد ولا لسه المشوار طويل؟ لا بصراحه يعني بلاش الدبلوماسيه. لا انا يعني هي من المرات القليله قوي يا دكتور ان النادي الزمالك يبعد في بدايه الدوري بخمس نقاط عن النادي الاهلي. ودي يعني يعني احنا زي ما بيقولوا ايه ان هي بتجد صعوبه، لكن انت انا لسه بدري طبعا، الدوري طويل قوي، لكن انا زي ما بقول لك مهم جدا ان على الاقل لغايه كاس افريقيا يظل الفرق كده. الماتشين اللي جايين الماتشين اللي جايين ماتش المقاولين والمحله اعتقد لازم الزمالك ياخدهم، 6 بونت مهمين جدا. بعد كده عندك فتره طويله بقى زي ما انت بتقول، اذا كان في مشكله كده اتحلت، في تعاقدات جديده، انما يفضل الفرق كده في مباراه ما بينهم ب3 بونت، بعد كده 2 بونت. اعتقد ان في فرق كتيره هتضيع نقط السنه دي من الاهلي ومن الزمالك، لان الدوري زي ما بقول لك في فرق كبيره وفرق كتيره قوي حفظت النادي الاهلي ودلوقتي بيلعبوا بامكانيات مديرين فنيين عاليين. طيب هرجع وهسالك ماذا ينقص نادي الزمالك كيعود مره اخرى الى المنافسه الحقيقيه، وهل تتوقع استمرار كارترون ولا ممكن كعادته هوب كرسي في الكلوب؟ اطلع فاصل وارجع اكمل مع حضرتك. احنا عملنا اتحاد لرياضه الشارع واللياقه التنافسيه، وبننشر فيه الصحه واللياقه البدنيه على كل الشباب المصري.
بعد ما استضفنا عدد كتير جدا اكتر من 3000 على الاسابيع الماضيه من العالم كله لهذه المنافسه. النهارده مع جامعات المصريه الاتحاد الرياضي للجامعات الحقيقه متعاونين انا ومعالي الوزير الدكتور خالد عبد الغفار في النشاط والانشطه الرياضيه والانشطه بصفه عامه في الجامعات المصريه خلال الاتحاد الرياضي للجامعات مع مجلس الاداره والدكتور صبحي، عاملين شغل كويس قوي. لكن النهارده اول منافسه للصحه واللياقه البدنيه للجامعات المصريه، ودي تاتي في ضمن منظومه الانشطه الكتيره للرياضه والانشطه الممارسه للرياضه في الجامعات المصريه. اهلا وسهلا بيهم، ان شاء الله دايما يعني في تقدم ورقي. النهارده مجهود اتحاد رياضات اللياقه البدنيه او رياضات الشارع، الاستاذ اسلام اكمل قرطام والاستاذ بليغه ابو عايد، عاملين يعني حاجه زخم. المهم بالنسبه لنا كدورنا اتحاد الاتحادات النوعيه الرياضيه الشبابيه بالاضافه الى اتحاد الرياضه للجميع واتحاد الرياضي للجامعات، لما بنبقى موجودين في حدث زي الحدث بيدي نوع من الجوده، ووجود معالي الوزير الاستاذ الدكتور اشرف صبحي كل ده بيحقق سياسه واحده هي ما ينادي به فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي ان الرياضه امن قومي، والرياضه امن قومي ده اتجاه. شايفين بقى السطح اللي احنا موجودين فيه نادي النادي. حقيقه انا سعدت وتشرفت جدا بوجودي في هذا اليوم الجميل في العاصمه الاداريه الجديده في مستقبل جمهوريه مصر العربيه. لا شك انه الرياضه العربيه والرياضه المصريه تخطو خطوات واسعه لنحو مستقبل أفضل، ولا شك أن الشباب هم عماد المستقبل وهم نصب أعين كل القيادات في الوطن العربي. حقيقة ما شاهدته اليوم في هذا المهرجان الرياضي شيء مبهر، شيء جميل، شيء يثلج الصدر. نتشرف بأن نكون ضمن حضور هذا المهرجان الرياضي المتميز بكل كوادره الشابة الواعدة التي فعلا 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 تبشر بمستقبل جميل يليق بمصر الحبيبة. دي اضافه معنويه لينا الصراحه. انا اتبسطت ان هم بيدعموا حاجه زي كده، عشان احنا في ناس كتير قوي بتحب الرياضه يعني وبتمارسها كتير في الجامعات، ومفيش حد مفيش مسابقات زي دي، واحنا مبسوطين جدا يعني بالموضوع وكده. رجعنا لحضراتكم مره ثانيه، وبرحب بصديقي العزيز كابتن يوسف حمدي النجم الكبير. كابتن يوسف، بنتحدث عن نادي الزمالك، ماذا ينقص الزمالك كي يعود وبقوه الى المنافسه الحقيقيه؟ يعني هو اكتملت عناصر كتيره طبعا بعودة المستشار مرتضى، او في استقرار اداري دلوقتي. يمكن انا قلت قبل كده دكتور ايهاب ان امير شاطر قوي في الحته بتاعته، يمكن السنتين اللي اشتغل فيهم الفتره اللي فاتت اثبت فيهم نجاحات كتير. السكه الحديد عمل نتائج هايله جدا امير بصراحه. لا انا بتكلم على امير مرتضى الاول من ناحيه الاداريه. امير مرتضى منصور. الروح الفنيه بقى، النواحي الفنيه زي ما انت بتقول، امير كان ماشي بشكل كويس ومشروع مدرب. امير مرتضى شاطر جدا قوي الفتره اللي فاتت، السنتين اللي فاتت دول يمكن كان احد اسباب نادي الزمالك الفوز بالدوري طبعا. دي بالنسبه للنواحي الاداريه. النواحي الفنيه يمكن مستر كارتيرون طبيعي، يمكن انا قلت قبل كده ان الاجانب دايما بيحبوا المكان. الكلام اللي انت قلته في بدايه الحلقه بالنسبه للجهاز الفني بالكامل، جهاز فني متكامل، ودي اهم حاجه بتبقى عند عند المدربين الاجانب. يعني كان غريبه جدا ان الراجل بيعتمد على نفسه بس، رغم ان اي مدير فني بيجي بيقول لك انا عايز مدرب عام ومخطط ومعد بدني ومدرب مساعد، وكان الراجل بيشتغل لوحده. طبعا هو رضخ للمدرب العام الكابتن مدحت، طبعا اسم كبير، اضافه كبيره، وامير طبعا اضافه كبيره. متاخر شويه يعني، انا اعتقد ان هو كنت اتمنى ان هو كان يحصل الموضوع ده قبل كده. ده استقرار فني دلوقتي وفي استقرار اداري. اتمنى ان مشكله بقى القيد دي تتحل. انتدابات كمان في يناير فنيا في بعض المراكز انا شايف انها ممكن نادي الزمالك يحتاجها. اهمها طبعا انا محتاج كمان ديفندر تاني. مين ترشحه من الدوري المصري لانضمام للزمالك؟ يعني مهند لاشين ماشي بشكل كويس، وكان في كلام عليه في بدايه الموسم ممكن يجي يكون متواجد. وبرده انا لما بقول ان نادي الزمالك محتاج لعيبه دكتور هاب عشان الناس تفهم الموضوع، ما بقللش من الموجودين، مش ما بقللش، وكمان في نفس الوقت انا مش جايبه يلعب دلوقتي. يعني مش لازم يجي يلعب، انا ببوص لقدام شويه. المركز ده احتياجاتك فيه ايه؟ زي مثلا مسلوسي موجود دلوقتي وحازم امام. لو المسلوسي مشي فانت محتاج باك رايت، هل هترجع احمد عيد ولا هتسيب حد؟ ودايما الولد الصغير مثلا زي احمد عيد ده في نادي الزمالك والاهلي انت تخليه رقم ثلاثه. صح.
حته المساكين المهاجمين زي ما بقول لك. مش نادي الزمالك لما تيجي بقى للزمالك يدخل في مباريات بقى بطوله افريقيا وبطوله دوري وبطوله كاس مصر، هتلاقي في مشكله في خط الهجوم، لانك انت حتى لو جه وقت عليك كمان وافترضنا ان في لاعب من المهاجمين اتصاب، فانت ما عندكش مهاجم على الدكه في الوقت اللي الزمالك دايما بيبقى عايز يكسب، فدايما بيجي عليه وقت ممكن اخر 10 دقائق واخر ربع ساعه في المباراه بيلعب براسين حربه، فمش هتلاقي غير واحد، فتضطر ساعات تحط يوسف اوباما. بن شرقي برضو لما بتحطه فيها، او يوسف اوباما او شيكابالا او مصطفى فتحي، اي حد من الناس دي بتتحط كراس حربه عمره ما هيبقى في نفس المقاومات بتاعت عمر السعيد او سيف الدين الجزيري. طيب الاستقرار الفني اتكلمت عنه بوجود مدحت عبد الهادي بوجود امير عزمي مجاهد. كل شويه نسمع كارترون ما كانش موافق على ان حد يكون موجود معاه في الجهاز، وان عقده بينص على انه لازم يكون في موافقه من الراجل نفسه، وبالتالي من حقه ان هو يقول سلام عليكم دون دفع الشرط الجزائي. هذه الاقاويل اللي بتتردد بين الحين والاخر مش ممكن او بكل تاكيد هتؤثر سلبا على الامور الفنيه داخل الفريق ولا لا؟ لا يعني خلينا ناخد الجانب الايجابي شويه. يمكن احنا شايفين الراجل عمل رجع في ميعاده، شايفين حاله تفاهم ما بينه وما بين معظم التمارين اللي احنا بنشوفها او التدريبات اللي هي بتكون مصوره، الناس موجودين في حاله تفاهم وحاله تعاون، مفيش مشاكل شفناها دلوقتي ظهرت. اما ظهرت حتى مشكله العقد بتاعه او المرتب الشهري المستشار مرتضى منصور حله على طول. لا بس الامور الماليه انا متاكد ان المستشار مرتضى منصور يعني حدث ولا حرج. امير هو الاخر، يعني شفنا مشكله فرجاني ساسي قال لك انا مش هعمل مثلا استئناف لل الغرامة اللي فرضت على الزمالك، لكن هو دخل في مفاوضات بحكم العلاقة اللي كانت بتجمعه مع اللاعبين. وده الدور الجميل من ضمن النجاحات بقى، دي من ضمن النجاحات يعني فعلا. أمير كان قريب قوي من اللعيبة يعني كمان قريب بحكم كمان إن هو مسؤول ومسؤولية، وفي فرق من إنك تبقى قريب كصداقة، وفي فرق إن أنت في صداقة وفي صرامة، وهو أمير كان بيجمع بالاتنين بصراحة يعني كان دايما بيفصل وبيعزل. حتة بن شرقي أعتقد إن أمير ممكن يكون ليه دور كبير قوي مع ساسي ونفس الشيء شرق. اعتقد ان هو ممكن يحلها، انما خلينا نقول دلوقتي ان لو كان في حاله تربص من احد الطرفين ان هو يمشي كان كارترون هيتمسك بالشروط اللي هي في العقد، وكان بنفس الوقت كان ممكن مستشار مرتضى ما يوفرش المرتب الشهري بتاعه، لكن دلوقتي الامور ماشيه كويس. وانا شايف ان وجود اثنين بقيمه كابتن مدحت وكابتن امير ضروري جدا في الجهاز بعد رحيل كابتن اسامه نبي. ضروري هو اسامه يعني هو كمان الراجل، انا اعتقد ان كارترون وصل لمرحله دكتور ايهاب ان انت ما عندكش حته قلق. يعني انت مش في مدير فني بيقلق من الناس المساعدين بتوعه مهما كان اسماء الكبار بتوعه. يعني الاسم المساعد الكبير ده احيانا بيقلق، بس كارترون ما اعتقدش ان هو يعني هو تخطى يعني المرحله دي بمراحل كتيره قوي. يعني اعتقد ان في حاله استقرار دلوقتي تنعكس على الفريق ان شاء الله في المباراتين اللي جايين. زي بقول لك مهم جدا التوقف بقى اللي بعد جاي بعد كده، ان انت تاخد الستة بونت دول عشان ال 40 يوم اللي جايين تقدر ترتب الامور اكتر فنيا مش اداريا. معاك مباراه الاهلي والرجاء في السوبر الاربعاء القادم ان شاء الله في العاصمه القطريه الدوحه، وبطوله نمني النفس ان يضمها النادي الاهلي الى سجل بطولاته السابقه. رؤيتك الفنيه لهذه المباراه، وهل اشراك لاعبي الاهلي وايضا الرجاء مع منتخبات مصر والمغرب يعني ارهقهم بدنيا ولا كان افاده لهم لهذه المباراه؟ يعني هي يمكن حته المسافه قريبه شويه قوي يعني يمكن هي طبعا لو بصينا لها من الناحيه الفنيه جميل جدا ان فتره توقف كتيره وانت بتلعب مباريات رسميه او معظم عناصر الفريق. اعتقد ان ثلاث ارباع تشكيل النادي الاهلي كمان كان متواجد ولاعب، وفي البعض شارك على فترات. فدي هتبقى حاجه كويسه قوي جاهزيه فنيه بدنيه يعني. انما زي ما انت بتقول اللي هي كان ممكن حته الارهاق البدني دي ممكن تاثر على البعض، لكن اعتقد ان الفتره كافيه وعمليه الاستشفاء وعمليه الاعداد البدني والكلام ده. يعني قال لهم اللعيبه الدوريين اتفسحوا وخرجوا زي ما قالوا لنا من قطر، ده طبيعي لو اخذ كمان يوم او يومين. اعتقد ان في مخزون كبير جدا خاصه ان كلهم بيشاركوا يعني سواء بدر بنون او علي معلول او عمرو السوليه او اكرم توفيق، اعتقد ان المجموعه كلها بتشارك او حمدي فتحي كلهم شاركين. العناصر دي كلها اعتقد ان هي هيكون جاهزيه، محتاجين الراحه، والراحه سهله جدا ان هي يقدر يحصل عليها سواء زي ما انت بتقول كده براحه ايجابيه او راحه سلبيه. استشفى برضو دلوقتي اصبح مهم جدا وبيساعد كتير قوي ان اللعيبه تدخل في الجيم بسرعه. محمد شريف، حاله التشتيت او التشتت اللي كان موجود فيها مع منتخب مصر،
جميل اثر عليه في جميل الوضع. جميل يا دكتور والله. يمكن انا يمكن انا اتمنى ان هي ما تكونش متواجده لان هي بتاثر فنيا. انا خاصه في مركزين في الملعب انا دايما بحب ان هم يكونوا مشاركين باستمرار, حارس المرمى وراس حربه, لان ده بيدافع عن مرماه فلازم يكون دايما واخد احساس ال 18 صوره, وده اللي بيحرز الهدف. ويمكن انا بقول يمكن ضياع الفرصه الانفراد من محمد شريف بسبب ان هو بقاله فتره كبيره قوي مش متواجد في المكان ده, وكره سهله وكان سهل جدا ان هي تخلينا نحصل على المركز الثالث على الاقل يعني. لكن شريف انا شايف ان هو ممكن يطلع منها بسرعه. الراجل مدير الفني ذكي جدا مستر موسيماني, بيعرف يتعامل نفسيا معاهم, وشفنا احنا مقابلاته مر بالظروف قبل كده لما حصل موضوع والتر بواليا وقعد فتره, ولما رجع بشكل كبير قوي. لا كمان البطوله في قطر اتعامل مع الجماهير, الجماهير اعتقد ان هي جماهير النادي الاهلي سهل جدا ان هي تطلعه نفسيا في نفس الاجواء. هو اللي برضه يعني لعيب كبير, فاعتقد ان هي ممكن ما تاثرش عليه. لكن زي ما انت بتقول هي موضوع صعب جدا انك تبعد عن المرمى ده او تبعد عن المشاركه. كمان رصاصات الحربه لما بيبعد عن المشاركه بتبقى فيها صعوبه كبيره قوي بالنسبه له للعوده يعني. مين المدرب في الدوري المصري اللي انت حبه؟ بتقول في يوم من الايام ان شاء الله وانت اسم كبير اتمنى ان انا اكون نسخه جديده من المدير الفني ده. والله اختبار صعب يعني, بس انا علاقتي بيهم الحمد لله كلهم كويسين يعني. خليني اقول لك الاول ان احنا زي ما انت قلت على الكابتن خالد جلال طبعا ادى بشكل كويس, احمد سامي يحسب ليه برضو ان هو مشي بشكل كويس قوي الفتره اللي فاتت, كابتن عبد الحميد بسيوني حصل على بطوله ما حصلش عليها قبل كده, والسنه اللي فاتت برضو انقذ الجيش وبتاع والكلام ده, كان صعب جدا. لكن انا يمكن يعني انا يمكن دايما الكابتن طلعت بالنسبه لي واقف جنبي كتير قوي وانا لاعب, واتمنى في يوم من الايام ان انا اوصل حتى لنص اسمه في التدريب. كابتن ايهاب جلال طبعا ساب انطباع دلوقتي لمصر كلها, ولاي مدرب صغير او واعد ان هو يتمنى ان هو يكون زي الكابتن ايهاب جلال يعني. لو قلت لك شكل لي تشكيل جهاز فني لمنتخب مصر المصري في يوم من الايام نلاقيه موجود, شكل مين؟ لا صعبه يعني, خليني اقول لك انها صعبه ليه يا دكتور؟ لانك انت عندك كوادر كتيره. احنا قلنا دلوقتي عناصر يعني نقول مش عايزين نقول معظمهم صغار في السن طبعا, هم كبار في المهام, لكن يعني مثلا مش زي الكابتن طلعت, مش زي الكابتن مختار, مش زي الكابتن حلمي طولان. لا انت عندك ناس كتيره قوي تقدر تمسك منتخب مصر وتولى منتخب مصري. ما تحط لي مدير فني ومدرب عام ومدرب مساعد. لا صعب, اصل انت يعني هي انت يعني مثلا الكابتن حلمي طولان هتحط معاه الكابتن حسام حسن, هتحط معاه الكابتن احمد سامي, هتحط معاه الكابتن ايهاب جلال, هتحط معاه كابتن عبد الحميد بسيوني, ولا اصل هم كلهم مديرين فنيين بصراحه. يا بلا هم بنزعل لما بنقول مدير فني اجنبي, اذا كنتوا انتم مش راضيين تحطوا تشكيل للجهاز فني. لا انت انا لا ما انا اقول لك على حاجه, انت عارف ان دلوقتي مصر كلها دكتور ايهاب بقت ماشيه بمنطلق واحد, المدير الفني بيجي بجهازه. انما خليني انا ما احطلكش جهاز, انا احط لك جهاز لو انا المدير الفني. انا همسك مدير فني احط جهاز في بوزيشن معين. لا يعني انا لا ما انا هختار اسماء مش موجوده دلوقتي لان هكون سدي طبعا. انما انا بكلمك مثلا يعني انت اما تيجي تختار مثلا الكابتن حلمي طولان, الكابتن حسام حسن, الكابتن بص انا مش عايز اقول لك يعني الكابتن طلعت يوسف, الناس دي كلها كانت كبيره معاك, الناس دي كلها كانت مرشحه لمنتخب مصر. لو اي حد فيهم تولى المسؤوليه تمناها طبعا. مين بقى الجهاز اللي هيحطه؟ مش احنا اللي هنحطه ولا اتحاد الكوره. ولازم يعني بشوف دكتور ايهاب دايما المدير الفني لما بيحط جهازه بيرتاح بيبقى خلاص هو. علشان كده انا بقول لك لما قلت الكابتن ايهاب جلال انا مش لازم اخد من المدير الفني نتائجه بس. يمكن انا بسمع حوارات الكابتن ايهاب مثلا لما بيجي في فترات توقف ما يظهرش في البرامج غير في فترات توقف. كابتن ايهاب جلال تلاقيه دايما تاخد منه فكر يعني. انا بقول لك كابتن طلعت انا وانا صغير اتعلمت منه الالتزام والانضباط والكره دي الحياه دي حاجه جميل. الكابتن ايهاب تشوف تصريحاته وتشوف تمسكه بجهازه وعناصره, وازاي ان هو حتى لما حصل عمليه التاتش في منتخب مصر وطلع نقلها بصوره تليق بدوله وتليق بمدير فني في نفس الوقت بتمسكه بالناس اللي حواليه. ففي كل مدير فني تاخد منه مميزات. احمد سامي النهارده اتخذ عليه انطباع ان هو اي لاعب عايز يتالق او حصل عمليه دروب بالنسبه له يروح يلعب مع احمد سامي سنه, تبص تلاقيه رجع. طيب ايه اللي ينقصنا في الكره المصريه عشان الكره المصريه تنهض؟ انت واحد من لعيبه مصر على مر العصور يعني يمكن هي توفرت حاجات كتيره قوي الفتره الاخيره دي. يمكن احنا ذكرتها انت في بدايه البرنامج طبعا, الملاعب والامكانيات نتمنى الاستقرار اداريا. اداريا دي اول حاجه كنت هقولها يعني. موضوع الانتخابات المهمه دي جدا,
الناس اللي هتنجح ان شاء الله، ونتمنى لك التوفيق ان شاء الله يا دكتور. يعني احنا تمام. انت عارف انت بالنسبه لنا ايه يعني. شكرا. دي نقطه مهمه، الاستقرار. بعد كده حته الالتزام في المواعيد والانضباط. العدل بقى، قيس عليه بقى كل حاجه بقى. العدل بقى في عقوبات انديه، العدل في حكام، العدل في اللعيبه، في اختيار الاجهزه الفنيه، اللعيبه كمان الثقافه بتاعتهم تتغير. كل ده واجبات على اتحاد الكوره. الناشئين موقعهم ايه؟ دي نقطة مهمة جدا طبعا. ان انت هترجع يعني توليت المهمة في المصري بالسلوم فترة قصيرة، وانت يعني متخصص كمان في الناشئين، الدنيا تمشي ازاي في الناشئين؟ لا هو يمكن انا يعني بالنسبة لمصري السلوم الفريق الأول كانت حتة الماديات كانت تحكم تماما يعني. عارف قبل ما يجي الراعي للفريق. الناشئين طبعا انا مسكت فترات طويلة، يمكن انا سواء مع الاتحاد والاتحاد وسموحة. يعني يمكن انا الفترة اللي مسكت فيها في الاتحاد السنة اللي فاتت مع الكابتن إمام وسموحة قبل كده، كان دايما متوفر حتة الماديات. فكانت بتريحنا احنا يا دكتور في انك تبيت وتسافر وتقعد قبل الماتش بيوم وبتاع. الناشئين دي برضو لازم يتقعد فترة طويلة وتقعد ترتب أوراقك، حتة الأندية اللي هي بتلعب مع بعضها إمكانياتها المادية إيه، لأن لغاية دلوقتي في أندية بتسافر في نفس اليوم. وفي أندية بترغي يعني فرق كتيرة في الناشئين، وفي ناس ما بتسافرش. يعني أنت مثلا زي ما أنت بتقول أجواء دلوقتي، لك أن تتخيل مثلا أن المصري النادي المصري بقيمته السنة اللي فاتت الدكتور ميمي بيكلمني الساعة 7 الصبح بيقول لي أنا جاي ألعبك النهاردة، نتحرك ولا لأ؟ ده كان في شتاء وقتها. بني سويف سافر اسيوط الصبح، يعني يعني منظر كان صعب جدا يعني. الله يكون في عون يعني الكابتن محمد يوسف، انا شفته برضو منزل. فهي الامكانيات الماديه بتحكم. لازم حضرتك يعني انت لو حليتوا المشكله بتاعه الماديات دي، الناس اللي هي جايه في اتحاد الكوره هتفرق كتير قوي. حته التحكيم برضو يا دكتور، يمكن انا يعني انا بحكم وجودي في اسكندريه في حكام دوليين كتير قوي. مهم جدا ان احنا بنطلع نتكلم على الحكام وعلى الفار والكلام ده، لكن زي ما احنا بنيجي نقول مثلا ايه ده كذا مدير فني كان يستحق ان هو يمسك النادي الاهلي الزمالك منتخب مصر مثلا، كان نقوله مش عارف مين كان يستحق يمسك. لا، لازم يحصل عمليه متابعه من لجنه الحكام نفسها ومن الاعلاميين كمان، ان لما يظهر حكم كويس الحكم ده لا مش بيحكم بيه. احنا ما بناخدهاش كده. معاك، انا معاك في دي كده. واحنا داعمين لعنصر التحكيم المصري بكل تاكيد. سيد عاطفي الجبالي بعت لك رساله بقول لك يعني سعيد بالحلقه ومستمتع معاك. شكرا. كثير جدا من الرسائل اللي موجوده معانا. لكن قبل ما اختم، نشدت قبل كده الاتحاد المصري لكره القدم في بعد وفاه كابتن عادل الخطيب حارس مرمى طنطا رحمه الله، وكان من قبله بشهرين ابنه زهره شباب يعني كان انتقل رحمه الله، ربنا يتغمره بوسع الرحمات. بعت رساله للمهندس احمد مجاهد وهو في قطر. الراجل مشكورا النهارده اول ما وصل بعت رساله قال لي الموضوع تمام، وبشكره ان احنا مفيش مره طلبنا منه في اتحاد الكوره فيما يخص هذه الامور الحياتيه للرياضيين سواء كان في اصابه او في رحيل هؤلاء القامات الكبيره، الا الراجل على طول بيتدخل وبيصرف مستحقات لاسرهم من الاتحاد. بشكرك باشمهندس احمد مجاهد على هذه اللمسه الطيبه، زي ما شكرت كابتن مجدي عبد الغني ايضا في جمعيه اللاعبين المحترفين اللي مرارا وتكرارا معانا، وايضا جمعيه لاعبي او قدام اللاعبين كابتن شبير، كابتن ابو رجيله، كابتن عبد المنعم الحاج، والناس القامات الكبيره كابتن جمال عبد الحميد. بشكر الجميع، وزي ما ناديت وبقول الحل هو صندوق يصدر بقانون لتمويل الرياضيين في الازمات. نورتنا. سهل كلام جميل يا دكتور، وسهل ان هو يتعمل الصندوق والموارد بتاعته هتبقى سهله، ده لو نسب بسيطه جدا من المدربين او اللاعبين كمان يعني. باذن الله. نورتني شرفتني، ترجع بالسلامه لاسكندريه ان شاء الله. الله يسلمك. الله يسلمك يا دكتور، وسعيد بالتواجد معاك طبعا. شكرا كابتن يوسف، الحمد لله كبير. ان شاء الله غدا حلقه جديده من الماتش. حتى هذا الموعد دمتم في امان الله، الى اللقاء.